بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان في لقاء جديد مع سر جديد من أسرار القرآن، نعيش مع العالم الأستاذ الدكتور زغلول النجار. سوف نتحدث عن أحد صور الإعجاز العلمي في القرآن الجديدة، حيث قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. دكتور، حضرتك يعني ذكر في غير موضع في القرآن الكريم أن أيام خلق السماوات والأرض كانت ستة. نعم. فأود أن حضرتك يعني من حضرتك أن تحصر لنا هذه الآيات القرآنية المختلفة التي ذكر فيها هذا الموضوع وهذا الرقم تحديدا، وأن تحدثنا عنها قليلا. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله وتحياتكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحقيقة، الخلق في ستة أيام في ثمان آيات مختلفة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ويقول عز من قائل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول سبحانه وتعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. ويقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. ويقول سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ويقول سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب. ويقول سبحانه وتعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآيات الست ثمانية عفوا ثمان آيات ورد فيها ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وبديهي أن هذه الأيام ليست من أيام الأرض، يعني يخطئ كثير من الناس أنه يتخيل أنها من أيام الأرض. لا، ستة أيام هنا يعني ستة مراحل متتالية. لأن اليوم الأرضي يختلف تماما عن مرحلة تم فيها الخلق. واليوم الأرضي لا يمكن أن يكون له وجود قبل خلق الأرض أكيد. نعم، فهذه الأيام مقصود بها ستة مراحل متتالية. وقد سبق أن أشرنا في لقاء سابق إلى هذه المراحل. وهي يوم الرتق، يوم الفتق، يوم الدخان، يوم الإتيان، يوم إرساء الجبال، يوم الدحو أو يوم المباركة، وخلق الأقوات. هذه مراحل ست يعني يدركها العلم الآن، وهي مراحل واضحة تماما في خلق الكون. وإن كان كما أشرنا مرات عديدة أن عملية الخلق عملية غيبية لا يستطيع العلم التجريبي أن يقول فيها كلمة نهائية بمعزل عن وحي السماء، ونحن نستعين بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفهم هذه المراحل الست كما يعني يراها العلماء في أيامنا، ونصحح لهم ونصوب كثير مما تخيلوه. لكن واضح جدا من الآيات القرآنية ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنها ست مراحل متتالية في الخلق، مرحلة تلو المرحلة. بارك الله فيك. في كتابات فضلتك ذكرت أن كلمة أو لفظة يوم ذكرت في غير موضع في القرآن الكريم. وفي كل مرة ذكرها رب العزة عز وجل كان لها معنى مختلف على حسب الآية التي وردت فيها. فهل يمكن أن تحدثنا عن ذلك؟ طبعا، يعني كلمة اليوم أو لفظة اليوم جاءت في القرآن الكريم بمعنى النهار. يعني يقول رب العالمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. معروف أن الصوم في النهار، صوم لا يكون بالليل. ويقول عز من قائل: سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. والمقصود هنا النهار، مش اليوم كاملا. وتأتي أيضا معنى اليوم الكامل، يعني الليل والنهار معا.
يكونها اليوم وسمى اليوم الأرض المطلق حوالي 24 ساعة. ولذلك يقول رب العالمين واذكروا الله في أيام معدودات. اليوم هنا يقصد به الليل والنهار معا ليس النهار فقط. في ذلك إشارة لأيام الحج يعني. أيام الحج نعم بمعنى اليوم الكامل. وجاء بمعنى يوم محدد يعني يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ويقول يوم السبت يقول يعني ويوم لا يسبتون يعني هذا يوم محدد يعني يقصد يوم محدد. يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عرفة يقول تأتي أيضا بمعنى حدث كبير يعني يقول رب العالمين يوم الزينة يوم الظلة يوم الفرقان يوم حنين يوم الأحزاب يوم الفتح. يعني هذه أيام محددة يعني حوادث محددة في التاريخ بتاع البشرية. جاءت بمعنى يعني علامات أيام التي تظهر فيها علامات الساعة. فيقول يوم ترجف الأرض يوم تأتي السماء بدخان مبين يوم تمر السماء مورا. هذه المراحل تدمير الكون يعني هذه أيضا حوادث كبرى يعني ليست الآخرة كاملة ولكن مقدمات الآخرة أحداث مقدمات الآخرة ويسمى بالعلامات الصغرى والعلامات الكبرى نعم ليوم الدين. نعم نعم تأتي أيضا بمعنى يوم من أيام الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. نعم أقول إن يوما أنا ربك كألف سنة مما تعدون تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا معنى من المعاني هذه مع أيام الله سبحانه وتعالى مغيرة لأيام الناس. تأتي أيضا بمعنى مرحلة من مراحل الخلق كالآية التي نحن بصددها في 6 أيام يعني أنه خلق في 6 مراحل متتالية. فكما أن الخلق تم في مراحل متتالية فالتدمير أيضا سيتم في مراحل متتالية. جميل. تأتي بمعنى أيام الآخرة طبعا جاءت بمعنى الآخرة يوم الدين يوم القيامة يوم الساعة يوم البعث يوم الفصل يوم الحساب يوم الجمع يوم التلاق يوم التناد يوم الآزفة يوم الأشهاد يوم الحسرة يوم التغابن يوم الوعيد يوم الخروج يوم الخلود وغيرها. تأتي بالإشارة إلى الآخرة. فكلمة اليوم جاء في القرآن الكريم بمعاني كثيرة جدا. والمعنى يفهم من سياق الآية الكريمة. وبالإحصاء اتضح لنا أن اليوم بمشتقاته المختلفة جاء في القرآن الكريم 365 مرة وهذا أيضا لفتة مبهرة يعني 365 مرة لفظة يعني يوم لفظة يوم يعني يوم وأيام هكذا جاء 365 مرة وهذا عدد الأيام في زماننا في السنة يعني السنة الأرضية السنة الأرضية. طبعا عندنا أيضا 109 مرة جاءت بمعنى يومكم يومهم يومين أيام وأياما طبعا قد تكون توحي الأحداث هذه. هل هذه متضمنة في 365 مرة ولا 109؟ أنا أقول لها شيء غريب أكثر يعني 109 مرة تأتي بنسبة يوم للناس يعني أو للأحداث أيام في تاريخ البشرية تاريخ مثلا. البشرية مثلا نعم فدول 474 مرة وتأتي مرتين بنطق يومئذ أو يومئذ نعم. وهذا تشير إلى جزء من الزمن لا تشير إلى يوم محدد بذاته يعني وهذا المجموع 476 يوم يعني عدد الأيام في مرحلة محددة من تاريخ الأرض لأنه ثابت أن الأرض كانت تدور حول محورها في بدء الخلق بسرعة فائقة جدا فكان عدد الأيام كثير وطول اليوم والنهار أو الليل والنهار قصير جدا عفوا يعني فضلتك انك تقول ان عدد ايام الارض اللي بنعيش عليها النهارده مختلف عن بدء الخلق طبعا كيف بقى ذلك؟ يعني في بدء الخلق كانت سرعه دوران الارض حول محورها فائقه للغايه ولذلك كان اليوم يمر بسرعه شديده فكان طول الليل والنهار معا اقل من 4 ساعات وكان عدد الايام في السنه اكثر من 2200 يوم في السنه 2200 يوم في السنه الواحده نعم سبحان الله نعم وكان الشهور 12 والفصول 4 لكن الايام عددها طويل ومدتها قليله نعم ففي مرحله محدده لها قيمه معينه في تاريخ الارض وهي مرحله يعني الخلق المدرك لنا كان عدد الأيام 476 يوم كما طيب يعني اغفر لي جهلي بس يعني أود أن أسأل كيف تم تحديد ذلك يعني؟ هو طبعا إن شاء الله سنشير إلى هذه القضية في حلقة قادمة إن شاء الله. لا أريد أن أنا يعني أضيعها الآن
لكن هو كل حدث مرة على هذه الأرض مدون في أجساد الكائنات الحية. يعني لو أخذ فقرة من العمود الفقري للإنسان وأعمل فيها قطاع مستعرض، أجد مراحل نمو الإنسان مسجلة لحظة بلحظة. لا كل لحظة واحدة بقى فضلتك يعني إزاي يعني الحلقة دي عبارة بتنمو مع نمو الإنسان. جميل. وكل دائرة فيها تعبر عن سنة من السنين ومسجلة بدقة فائقة. ولو استخدمنا جهاز تكبير أكبر يعني زي الميكروسكوب الإلكتروني نرى الأحداث مسجلة في جسم الإنسان بتفاصيلها. ولاحظ العلماء ذلك من جذوع الشجر أولا. لو أعمل قطاع مستعرض في جذع شجرة أجد مراحل نمو الشجرة مسجلة في حلقات تسمى الحلقات السنوية بالتكبير الكبير بالميكروسكوب الإلكتروني. رأوا في الحلقة الواحدة مئات الحلقات، فقعدوا يفسروا إيه الحلقات دي، فوجدوا الفصول الأربع والشهر الـ12، وجدوا الأسابيع، وجدوا الأيام، وجدوا الليل والنهار. إذن كل سنة بتمر على في عمر أي مخلوق من المخلوقات أو كائن من كائنات الحية في جسده. بتمثل بحلقة نعم. يعني مسجلة في جسده. نعم. فأقول يعني إن كون القرآن الكريم كتاب دين، كتاب نزل لشرح العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات للإنسان، يحوي هذه الإشارات العلمية الدقيقة. يعني يقول 6 أيام والعلم يأتي يثبت 6 مراحل متتالية. يذكر اليوم 365 مرة واليوم في زماننا ومنذ بدء خلق الإنسان. سبحان الله. يعني 365 يوم في السنة، يشير إلى هذا الرقم 476 يوم، وهذا الرقم فعلا كان في لحظة محددة في تاريخ الأرض كان عدد الأيام في السنة 476 يوم في السنة. شيء مبهر، وإن كان الأرقام كما أشرت منزلق خطير ولا بد من الدخول إليه بدقة شديدة. نعم. ذكرت فضلتك في بعض كتاباتك أن هناك ما يسمى بيوم الأرض الشمسي ويوم الأرض النجمي. نعم. فما الفرق بينهما وكيف تناولت العلوم الكونية كلمة اليوم؟ نعم. هو طبعا اليوم في العلم الفلك، اليوم الأرضي، هو الفترة الزمنية التي تستغرقها الأرض في إتمام دورة كاملة حول محورها أمام الشمس. جميل. وهذا اليوم يتقاسمه ليل ونهار. اليوم ذا طوله حاليا حوالي 24 ساعة ويقتسمه ليل ونهار تقريبا 12 ساعة بفوارق بسيطة مع الفصول الزمنية المختلفة. جميل. طبعا اليوم النجمي هو اليوم الذي ينقضي بين رؤية نجم محدد في السماء مرتين متتاليتين من نقطة واحدة على الأرض. يعني أنا في هذه النقطة وأرى نجم في السماء. جميل. يعني أحدد هذا النجم. حينما يعود النجم لرؤيتي مرة أخرى هذا يوم نجمي. تمام. اليوم النجمي يختلف عن اليوم الأرضي ببضعة دقائق محدودة يعني. ليه؟ لأن الأرض أيضا تدور. عشان أدخل عامل دوران الأرض فلا بد أن ينتقص من طول اليوم النجمي. وعشان ما نلخبطش المشاهد يعني أقول أن اليوم الأرضي هو الفترة الزمنية التي تستغرقها الأرض لإتمام دورة كاملة حول محورها أمام الشمس. أول فترة من الشروق إلى الشروق التالي أشمل ليل ونهار متتاليين. جميل. نعم. هل أجرام مجموعتنا الشمسية لها نفس طول اليوم؟ لا. يعني هذا سؤال مهم جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد لنا على أن الزمن على هذه الأرض نسبي. يعني إيه نسبي؟ بمعنى إيه؟ أن كل جرم سماوي له يومه. ليه؟ لأن اليوم إيه يوم الجرم السماوي؟ هو اليوم الذي يستغرقه ليتم دورة كاملة حول محوره. وفي أرض يعني مجموعتنا الشمسية اليوم يختلف جدا. يعني يوم الأرض 24 ساعة. يوم عطارد أقرب نجم، أقرب كوكب إلى القمر. إلى الشمس. عطارد يومه أول أو يعني أقرب كوكب في مجموعة الشمسية إلى الشمس هو عطارد. عطارد يومه 88 يوم أرضي. 88 يوم أرضي. ويومه هو سنته. يومه هو سنته. اليوم على هذا الكوكب هو السنة. يعني الفترة التي تستغرقها الدورة واحدة حول نفسه هي الفترة التي تستغرقها في دورة حول الشمس. يا سبحان الله. نعم. شيء مختلف تماما. يوم الزهرة عدة أسابيع من أسابيع الأرض. يوم الأرض 24 ساعة تقريبا. يوم المريخ حوالي 24 ساعة ونصف. يعني يوم المشتري 9 ساعات أو حوالي 10 ساعات، أقل من 10 ساعات قليلا. يوم زحل حوالي 10 ساعات وربع.
يوم يورانوس 10 ساعات و48 دقيقة، يوم نبتيون 15 ساعة، فيختلف تختلف من كوكب للآخر. نعم، ده له قيمة عظيمة، ألا وهي نسبية الزمن. الزمن ليس مطلقا، ولذلك الذين كانوا يدعون من العلماء الغربيين في مطلع القرن 19 إلى نهاية القرن 20 وبعضهم إلى يومنا هذا يدعي إطلاقية الزمن، زمن مطلق ما لهش نهاية. طبعا ربنا بيورينا أبدا الزمن ليس مطلقا، زمن محدود. وإذا تحرك الإنسان منا من جرم سماوي إلى جرم آخر يختلف الزمن تماما. جميل. ويؤكد أيضا على أن الزمن في داخل الكون وليس في خارجه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الذي خارج الكون يعني ما في زمن يحده، لأن الذي في خارج الكون يعني إذا كان فيه وجود خارج نطاق الكون زمن الكون هذا لا يحده لأنه خارج الزمن. نعم، ولذلك نقول أن الزمن الذي يحدنا في داخل هذا الكون ويحد كل مخلوق لا يحد الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، لأن الله فوق الزمان، فوق المكان. وإذا كان هناك من مرجعية يعني زمن نسبي، طيب عشان يكون لنا مرجعية لابد يكون فيه مطلق، والمطلق هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. نعم، يعني المطلق هو الله، يعني لا زمان يحده ولا مكان يحده. فالحقيقة إثبات نسبية الزمن على أجرام المجموعة الشمسية أكد لنا على أن زمن في كل الكون نسبي، ولا يمكن يكون الكون كله نسبي، لابد أن يكون له مرجعية. أكيد. والمرجعية الخالق سبحانه وتعالى، لا إله إلا والخالق خارج حدود الكون وخارج حدود الزمان والمكان، فلا يحده المكان ولا يحده الزمان، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، لا إله إلا الله، هو السميع البصير. نعم. حضرتك بخصوص هذه النقطة يعني بما أننا تعرضنا لها ذكرت في الكتابات أن هناك نتائج ترتبت على ثبات سرعة الضوء، ولذلك علاقة مباشرة بالإيمان، وبما يسمى بمرجعية الوحي. إذا ثبت لنا أن الزمن في داخل مجموعتنا الشمسية حتى فقط زمن نسبي، يعني إذا انتقلت من عطارد إلى الزهرة إلى الأرض إلى المريخ إلى المشتري إلى زحل إلى يورانوس إلى نبتون إلى بلوتو، أي زمن بيختلف. جميل. طيب، معنى هذا أن الزمن في داخل كوننا زمن نسبي. جميل. فاليوم يحدده دورة أي جرم سماوي حول محوره. والسنة دورة أي جرم سماوي في مداره. جميل. فأصبح دي أمور نسبية، أمور متعلقة بموضع هذا الجرم من الكون. فالزمن ليس مطلقا، وإذا كان زمن غير مطلق يعني ما هوش نهائي، يعني له بداية وله نهاية. كونه مطلق غير مطلق عفوا، يعني زمن نسبي ليس مطلقا. طبعا، طب لابد يكون فيه يعني مرجعية لهذا الكون، مش ممكن الكون يكون كله نسبي، لابد له من مرجعية. هذه المرجعية من خالق الكون الذي لا يحده المكان ولا يحده الزمان. فأقول مجرد ملاحظة العلماء الآن أن الزمن في مجموعتنا الشمسية نسبي، وهو نسبي على كل جرم سماوي، لأن متعلق بموضع هذا الجرم هو فين من الكون، ده اللي بيحدد زمنه ويحدد زمنه وحدد يومه وحدد سنته وحدد عمره ظروفه كلها حتى البيئية، يعني يموت امتى، هينتهي يتلاشى امتى. يعني كل جرم سماوي يحمل في طياته زمنه وأجله. أيوه. طيب، فإذا تحدد لنا أو ثبت لنا أن زمن نسبي في كل صفحة الكون، جميل، طال أو قصر زمن نسبي. طيب، النسبي هذا يحتاج إلى مرجعية حتى يبقى له ريفرنس، يعني بالضبط كنت عايز أقولها، يعني عايز يكون له مرجعية. إيه هي المرجعية؟ الخالق سبحانه وتعالى، ما يسميه يعني الناس اللي دراستها علمية ريفرنس لاين. ريفرنس، نعم بالضبط. هو محتاج إلى مرجعية ينسب لها. أين هذه المرجعية؟ لابد أن تكون خارج الكون، ولابد أن تكون من طبيعة مغايرة لطبيعة الكون وما فيه. ولذلك القرآن يصف الحق تبارك وتعالى بقوله عز من قائل ليس كمثله شيء. لا إله إلا الله. فربنا تبارك وتعالى مغاير لخلقه، يعني لا يحده المكان، لا يحده الزمان، لا تصنعه المادة ولا تشكله الطاقة، لأن كل هذا من خلقه هو سبحانه وتعالى. نعم. فلا بد أن يكون مغيرا لخلقه. ذكرتم في عديد من الكتابات أنه ما يتعلق بالموضوع، يعني نظرية النسبية والزمن، أنه منذ القدم استخدم العرب المسافة للتعبير عن الزمن. ثم
في النظرية النسبية يستخدم الزمن كالبعد الرابع للأبعاد المساحية الثلاث ألا وهي الطول والعرض والارتفاع. وقد سبق العالم العربي محي الدين ابن العربي ألبرت أينشتاين إلى ذلك كما سبقه بالإشارة إلى تحدب الكون بتحدب الزمان. فما معنى ذلك وكيف ذلك؟ يعني طبعا العرب قديما كانوا يقولوا، سألوا عن مكان يقول لك مسيرة شهر إما بالجمل أو على القدم، يعني بالضبط مسيرة أسبوع، مسيرة سنة، يعني فكانوا يعبروا عن المسافة بالزمن. وهذه هي النسبية، يعني النظرية النسبية التي يعني تحدثوا عنها بشموخ كبير، يعني تحدث عنها العرب والمسلمون قبل أينشتاين بمراحل كثيرة. أينشتاين بدأ سنة 1905-1915، العرب قبل ذلك، يعني ابن عربي يقول كلام عجيب جدا، يعني أنه استخدم الزمن، يعني يقول أن الكون وجود مادي في كل من المكان والزمان. الكون وجود مادي في كل من المكان والزمان. نعم، يعني كلام بديع جدا، يعني وده رجل صوفي، يعني نظر إلى الكون بمعيار القرآن الكريم وبمعيار أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال هذا الكلام، يعني أن الكون يعني وجود مادي في حدود الزمان والمكان. طب ده اللي قاله أينشتاين، ده اللي هذه نسبية، أنه أضاف بعدا رابعا إلى الأبعاد الثلاث للأشياء، مش بس طول وعرض وارتفاع، قال الزمن بعد الأبعاد، وقاله ابن عربي. وتكلم عن يعني تحدب الزمن وتحدب المكان قبل أن يدركه العلماء. العلماء شافوا تحدب الكون من تحدب الضوء، أن الضوء لا يتحرك في خط مستقيم ولكن يتحرك في منحنيات. هل هو ده ما يمثل أن الكون يعني منحني؟ طبعا انكسار أو إن لا، مش الانكسار، مش انكسار، الانحناء، انحناء خطوط الضوء. نعم، اللي بيمشي فيها الضوء. نعم، يقول العلماء الآن أن أي جرم مادي أو صورة من صور الطاقة لا يمكنه أن يتحرك في صفحة الكون في خطوط مستقيمة أبدا لاختلاف الجاذبية. يعني كل الجرم له تأثير على الجسم اللي ماشي هذا. تمام. فالكون مليء بالأجرام ومليء بالمادة، فلا يمكن أن يتحرك في خط مستقيم، لابد أن يتحرك في خط منحني. ولذلك القرآن الكريم يصف الحركة في السماء باستمرار بالعروج. سبحان الله. نعم، يقول يعني تعرج الملائكة والروح إليه، ويقول من الله ذي المعارج، ويصف رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعراج. يعني فالحقيقة العروج ذكر القرآن الكريم في آيات كثيرة. وهذا يعني من حقائق الكون التي تشير إلى يعني إلى أن الكون الذي نحن فيه ليس كونا مسطحا، ولكنه كون مكور، ولذلك تبدو فيه الأشياء كلها في أقواس أو في منحنيات لا يمكن أن تظهر فيها في حركة مستقيمة. فكون ابن عربي يقول هذا الكلام استنتاجا من القرآن ومن السنة شيء مبهر للغاية. سبحان الله. بعدين ابن عربي نفسه يقول أن حادثة التحرك بعرش بلقيس من جنوب اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين، قال هذه سرعة الضوء، يعني قال قبل أن تعرف أنها سرعة الضوء قبل أن يعرف أحد. الحركة وضحها لنا شوية، يعني الحركة طبعا المسافة من جنوب اليمن إلى بيت المقدس أكثر من 1500 كيلومتر. جميل. طبعا طرفة العين يعني جزء من الثانية. فلو حسبت بهذا المعيار يعني نجد أنها تعبر عن سرعة فائقة كسرعة الضوء. سبحان الله. وابن عربي قال يعني لا يمكن يتحرك بهذه السرعة إلا يعني شيء له علاقة بالبصر، والذي له علاقة بالبصر هو الضوء، فأقول له بسرعة الضوء قبل أن يعرف سرعة الضوء. نعم. سبحان الله. والحقيقة الآيات التي أشرنا إليها في سورة السجدة، رب العالمين يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. لو حولنا هذه الآية القرآنية الكريمة إلى معادلة، يوم يساوي ألف سنة، فطبعا إذا تساوت كميتان من الزمن غير متكافئتين الذي يختلف فيهما السرعة، يعني السرعة في أحدهما أعلى من الثاني، فيوم يساوي ألف سنة، لابد أن هذا اليوم السرعة فيه فائقة للغاية. يوم يساوي ألف سنة، يوم يساوي ألف سنة، لابد أن يكون هذه السنين سنوات قمرية، لأن العرب لم يكونوا يعرفوا غير السنة القمرية. سنة قمرية 12 شهر قمري،
طول الشهر القمري عبارة عن طول مدار القمر حول الأرض، حوالي قيس دلوقتي بالليزر بدقة شديدة حوالي 2.4 مليون كيلومتر. فإذا ضربنا 2.4 مليون كيلومتر في 1000 أصبحت سنة، في 12 الأول عفوا، في 12 أصبح سنة، في 1000 يصبح 1000 سنة. 1000 سنة دي لو أقسمها على عدد الثواني في اليوم 24 ساعة في 60 عشان يصبح بالدقيقة، في 60 يصبح في الثانية، يعطيني سرعة في ثانية، وهذه السرعة طلعت سرعة أعلى قليلا من سرعة الضوء، سرعة 300,000 كيلومتر في الثانية. وبعض الإخوة الذين حاولوا يعني وضع معاملات زي، لأن السرعة دي في الفراغ، فأرادوا أن يخصموا منها جاذبية الشمس، فضربوا في جثى زاوية ميل محور القمر على مداره حول الأرض ومداره حول الشمس مع الأرض، فوصلوا إلى سرعة الضوء بالكسر العشري الثالث. وأنا كنت أتمنى أن يقفوا فقط عند حقيقة أن كتابا أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، هذا الكتاب يشير إلى سرعات فائقة تقترب أو تزيد قليلا عن سرعة الضوء، كان كافي جدا. ومن شدة الدقة الإلهية في هذا التعبير، أن هذا حتى الخطأ أو الرقم في حدود المسموح به علميا، أن الرقم يعني مش بالضبط، ولكن في فرق بسيط جدا مسموح به علميا ونظريا في الحقل العلمي. طيب بما أننا حركة تعرضنا لهذه النقطة وسوف نستودعها من حضرتك يعني بعد قليل إن شاء الله، أود أن أعرف برضو من مطالعتي في كتاباتك، أن توضح لنا ما هي علاقة سرعة الضوء بنظريتي النسبية. حضرتك ذكرت أن ألبرت أينشتاين جاء بالنسبية العامة والخاصة على التوالي في سنة 1905 و1915، فعايز أعرف إيه الفرق بين النظريتين وإيه علاقة ده بسرعة الضوء. هو طبعا أينشتاين يقول أن ثابت الكوني الوحيد الذي أدركه هو سرعة الضوء، سرعة فائقة وأعلى سرعة معروفة، فيقول أن الجاذبية مكافئة لمفهوم التسارع، وصفها بأنها انحناء تحدثه الكتلة أو الطاقة. يعني الجاذبية يعني كون الضوء لا يمكن أن يتحرك في خط مستقيم يجذبه شيء فيؤدي إلى انحنائه، وهذا هو العروج. تمام. فقال أن هذا الانحناء إما لجذب جسم مادي أو لجذب شحنة كهرومغناطيسية أو مغناطيسية، يعني طاقة تجذب أو جسم مادي يجذب. وقال لهذا سبب، قال كوننا كون منحني، وأن الزمن فيه نسبي، وأن المادة والطاقة لا تستطيع أن تتحرك فيه في خطوط مستقيمة أبدا. وبعدين فعلا تم رصد عروج الضوء انحناء مساره بين السماء والأرض سنة 1919 ميلادية، تأكدوا من أن الضوء لا يمكن أن يستطيع الحركة في خطوط مستقيمة أبدا. فقالوا بما أن الضوء لا يستطيع أن يتحرك في خطوط مستقيمة، فمعنى هذا أن لابد أن يكون الكون ده كون له شكل منحني. طبعا وكلمة منحني هنا معناها أنهم يروا جزء صغير من تكور السماء الدنيا، يعني يروا قطاع صغير من تكور السماء الدنيا، جزء شريط محدود خالص من تكور السماء الدنيا. ذكرت فضلتك أن تفيدنا نظرية النسبية أن كتلة الأجسام المادية المتحركة تزداد بازدياد سرعتها، فما فائدة هذا الجزء دينيا أو ما علاقته بقضية الإيمان؟ لا يعني هذا الجزء معناها إيه؟ معناها أن الجسم المادي كل ما تتسارع سرعته كل ما يقصر طوله، كل ما بتزيد سرعته يقصر طوله. نعم. يعني حجمه بيتغير، طبعا. نعم. حتى يتلاشى عليه الطاقة. حتى يتلاشى عليه الطاقة. نعم. يعني كونه يقول ان ما فيش جسم مادي يستطيع ان يتحرك بسرعة الضوء. نعم. وإلا يتحول إلى طاقة. نعم. فمعنى هذا انهم اولا ان الانسان محدود في داخل هذا الكون. لا يستطيع ان يخرج خارج نطاق السماء الدنيا أبدا. أن قدرات الإنسان محدودة جدا بالنسبة لعظمة الكون. أن الإنسان لو حاول أن يتسارع بتقنياته إلى ما يقارب سرعة الضوء حيتلاشى على هيئة الطاقة ولا يصبح له وجود. هذا أيضا أكد لنا على أن
يعني كل ما في صفحة الكون نسبي ملوش مرجعية. المرجعية لابد أن تكون خارج هذا الكون، ليست في داخل هذا الكون. جميل. ده أهم ما وصلوا إليه يعني من هذه القضايا. ذكرت أيضا أن النظرية النسبية تؤكد أنه فيما عدا سرعة الضوء فكل زمن في الجزء المدرك لنا من هذا الكون هو زمن نسبي. نعم. يعتمد على سرعة تحرك هذا الجسم. نعم. فكلما زادت سرعته بالنسبة إلى جسم آخر قل إحساسه بالزمن. نعم. هل يمكن أن توضح لنا ذلك بمثال ملموس من القرآن؟ نعم. يعني أو علاقته بالقرآن إن كان له سند في القرآن الكريم. نعم نعم. هو طبعا كما أشرنا مرات عديدة ليس مقصودا بالإشارات العلمية في القرآن الكريم الشمول والإحاطة. نعم. الإشارات الكونية في القرآن الكريم جاءت من قبيل ضرب المثل على يعني صدق هذا الكتاب. نعم. فالقرآن يقول قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. نعم. يعني الارتداد الطرف برضو جزء من الثانية. وإذا كان هو يتحرك مسافة 1500 كيلومتر أو يزيد في أقل من الثانية لابد أن يتحدث عن سرعات فائقة للغاية. نعم. والسرعات الفائقة المعروفة لنا الآن هي سرعة الضوء. نعم. لا نعرف شيء أكبر منها، وإن كان القرآن يتحدث عن سرعات أعلى من ذلك بحركة الروح وحركة الملائكة. طارت الروح والملائكة إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ولم ينسبه حتى اليوم الأرض. في آية سورة السجدة نسب ذلك إلى يوم الأرض. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. سبحان الله. فحتى إطلاق اليوم في حركة الملائكة وحركة الروح يعني قد يوحي من أنه يوم طويل جدا أطول مما يتخيل الإنسان، يعني لأنه غير منسوب لليوم الأرضي. فالذي يقول أن يعني لا ليس مفروضا أن القرآن الكريم يكون فيه كل حقيقة علمية وكل حقيقة كونية. لكن الذي نستنتجه من هذا الكلام أن الإنسان له حدود يعني لا يستطيع أن يتعداها، وإذا تعداها يهلك. وكما وضع ربنا تبارك وتعالى لسلوك الإنسان حدود، ولعقائد الإنسان حدود، ولعبادات الإنسان حدود، ولعلاقات الإنسان بالآخرين حدود. نعم. اللي يتعدها يهلك هلكا معنويا. فكذلك وضع للكون هذا حدود، الذي يحاول تجاوزها يهلك هلكا ماديا. والمعنى يعني قد يكون يعني ضمني أكثر منه معنى مباشر. بعد استعرضنا سويا لمدلول لفظة اليوم في القرآن وفي اللغة العربية وفي العلوم الكونية، أود أن تستعرض فضيلتك معنا كيف تناولت العلوم الكونية بإيجاز موضوع أيام الخلق الستة أو مراحل خلق الكون الستة. مفتاح فهم الإنسان لعملية الخلق، خلق الكون يعني، كان تمدد الكون. يعني حينما نظر العلماء بتلسكوباتهم إلى النجوم ولاحظوا أن أضواء النجوم تنحاز إلى الطيف الأحمر، وبنوا ذلك على تجارب أرضية مؤداها أن مصدر الضوء إذا كان يتحرك بعيدا عن المشاهد معنى هذا أن حزمة الضوء كلها تنحاز إلى الطيف الأحمر. وإذا كان يتحرك في اتجاه المشاهد أو المراقب تنحاز إلى الطيف الأزرق. يعني هو الضوء الأبيض الذي نراه في وضح النهار ضوء مركب من أطياف 7. نعم. هذه الأطياف هي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. جميل. هذه الأطياف 7 تبان لو خلينا الضوء الأبيض يمر خلال منشور زجاجي. نعم. يعني أي ضوء يمر خلال منشور زجاجي ينقسم إلى أطيافه 7 بوضوح شديد. هذه الأطياف 7 يعني أيضا لها مرتبطة ببعضها البعض. جميل. فإذا كان مصدر الضوء يتحرك بعيدا عنا نجد أن الحزمة كلها تنحاز إلى الطيف الأحمر. إذا كان مصدر الضوء يتحرك في اتجاهنا نجد أن الحزمة كلها تنحاز إلى الطيف الأزرق. نعم. وسموا هذه الظاهرة ظاهرة الانحياز إلى الطيف الأحمر أو الانحياز إلى الطيف الأزرق. حينما بدأنا في رصد القادمة من النجوم لاحظوا أن كل النجوم التي رصدت أضواؤها تنحاز للطيف الأحمر. جميل. وتساءلوا هل معنى هذا أنها تتبعد عنا
وبدأ جدل طويل بين العلماء إذا كانت تتباعد عنا. طيب ما هو دور الجاذبية؟ يعني كيف تقوم الجاذبية؟ الجاذبية مبنية على الكتلة والمسافة. فإذا اختلت المسافة يعني ما هو دور الجاذبية؟ بعد جدل طويل وصل العلماء إلى أن الذي يتباعد المجرات بأكملها، يعني علاقة النجوم ببعضها البعض في داخل المجرة الواحدة ثابتة. جميل. ولكنها بين المجرات، المجرات تتباعد وتغلق المادة لتعوض هذا التباعد في الحال. اسمح لي بوقفة برضو هنا. نعم. يا عبد الشيخ، حضرتك معنى كده ان الكون كله بيتسع بمعنى ان المجرات نفسها هي اللي بتتسع، المجرة في حد ذاتها هي بتتسع، ولا المسافات البينية بين المجرات هي اللي بتتسع؟ نعم، المسافات البينية بين المجرات ولكن يعني حجم المجرة ثابت بالنسبة لنفسه. نعم، لأن لو اختل هذا يختل النظام. أيوه. ومن الغريب ان الرسول صلى الله عليه وسلم له حديث يقول فيه النجوم أمانة السماء أو أمانة للسماء، بمعنى فإذا هي الحافظة بأمر الله سبحانه وتعالى لهذه السماء. يقول النجوم أمانة السماء. نعم. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. لا إله إلا الله. يعني الذي يمسك بأطراف السماء بأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. النجوم سبحان الله. فلا بد أن تكون علاقات هذه النجوم في المجرة الواحدة ثابتة. نعم. علاقات المجرات تتباعد فيخلق المادة حتى لا تختل قوانين الجاذبية وتضبط في الحال في لحظة التباعد. وده أيضا من الأبعاد التي تشير إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وكنت فضلتك أشرت في خصوص هذه النقطة أن خلق المادة من العدم. نعم. يشير إلى إمكانية الخلق من العدم. نعم. يعني كنظرية علمية ونظرية الإيمان. نعم. نحن نرى المادة تخلق من العدم وتفنى إلى العدم في صفحات السماء الآن. نعم. فالخلق من العدم الذي ما كان كثير من الناس يتقبلونه أو الإفناء إلى العدم يومنا هذا. نعم. كثير من العقول لا تتقبله، نراه في صفحة السماء الآن. خلق من العدم وإفناء إلى العدم. فأقول إن بداية تصور الإنسان لخلق هذا الكون بدأت بملاحظة توسع الكون. نعم. قال العلماء لو عدنا بهذا الاتساع إلى الوراء مع الزمن لابد أن تلتقي كل مادة الكون الضخم الذي نراه من حولنا ويلتقي المكان والزمان في نقطة واحدة. المادة والطاقة والمكان والزمان تتكدس في نقطة واحدة. نعم. وتشير الحسابات الرياضية أن هذه النقطة لابد أن تكون متناهية الضخامة في الكتلة، متناهية التضاؤل حتى تصل بحجمها إلى ما يقرب الصفر، يعني عدم. نعم. نعم. ويقول أن كل قوانين الفيزياء والفلك التي نعرفها تتوقف عند هذا. نعم. خلاص ما صارش الإنسان يتصور يعني كنه هذه النقطة التي بدأ منها الخلق. هذه النقطة انفجرت، تحولت إلى سحابة من الدخان. نعم. خلق من هذا الدخان يعني كل العناصر أو أغلب العناصر. نعم. التي يعرفها الإنسان. فالدخان خلقت منه الأرض وباقي أجرام السماء. الدخان هذا تكدس على ذاته فبدأت النجوم، انفصل النجوم أجسام بدأت تبرد كونت الكواكب. نعم. انفصل من الكواكب أجسام بدأت تبرد كونت الأقمار. نعم. أو غيرها من التوابع. نعم. وبدأ هذا النظام العجيب الذي أشرنا مرة إلى أن عالم معاصر يقول أن طبيعة الانفجار يؤدي إلى بعثرة المادة وتناثرها، لكن انفجار يؤدي إلى بناء لابد أن يسبقه إرادة وتصميم وتخطيط من أعظم ما يكون حتى يؤدي هذا الانفجار إلى بناء. دلائل طلاقة القدرة الإلهية. نعم. يعني لا إله إلا الله. نعم. نعم. فهذه المراحل يعني جرم واحد سموه مرحلة الفتق. انفجر هذا الجرم البيج بانج أو الانفجار العظيم. نعم. سموه مرحلة الرتق، عفوا الأولى مرحلة الرتق، ثانية مرحلة الفتق، ثم مرحلة الدخان. نعم. ثم مرحلة الإتيان اللي هو الأمر بفصل هذه الغلالة الدخانية إلى كتل وطاقات يعني خلقت منها الأجرام المختلفة، ثم جاءت مرحلة الدحو والمباركة والخلق الأقوات ومرحلة إرساء الجبال. وهل ذلك يعني يقبل شيء في العلم بمعنى مرحلة الدحو والمباركة؟ طبعا العلماء لا يسموها بهذا. أنا طبعا يعني ذكرت مرات عديدة. نعم. أن نقل العلم من المراجع الغربية. نعم. بخيره وشره أضر بنا في مجتمعات الإسلامية ضررا بليغا. نحن في أمس الحاجة إلى تصفية هذه المعارف وغربلتها بمعيار الإسلام كما فعل علماء الإسلام في صدر الإسلام. نعم. يعني أولا نحن نؤمن بأن كل حقيقة كونية هي ميراث الإنسانية كلها، ونحن المسلمين أولى الناس بها.
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. نعم. فكل حق يثبته الإنسان، كل قضية يقوم عليها دليل يدعمها البرهان تؤكدها الحجة يقبلها العقل السوي، نحن أولى الناس بها. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. فإحنا علينا أن نأخذ بكل هذا الحق الذي وصل إليه العلم، حتى لو وصل إليه غيرنا طبعا من الناس، لأننا نؤمن أن هذا ميراث البشرية كلها ليس ميراث أمة واحدة، وانطلق من جهود حضارات مختلفة متتالية منها الحضارة الإسلامية. جميل. فعلينا أن نأخذه، ولكن علينا أن نعيد صياغته، الصياغة الإسلامية الصحيحة، لأن هؤلاء الناس أغلبهم ملحدون أو مشركون أو متشككون، وحتى لو وصل لبعض الحق يحتاج إلى من يأخذ بيده إلى أن يفهم الدين الصحيح ويفهم العقيدة الصحيحة ويفهم شيء من صفات الخالق العظيم. فطبعا محتاجين إلى هذا الدور الذي نسميه بحتمية إسلامية المعرفة، عن أنه أسلم عن المعرفة. فالعلماء لا يعرفون هذا، ويتكلموا عن الانفجار العظيم، ويتكلم عن الجسم الأولي، يعني اللي هو القرآن سماه مرحلة الرتق، ويتكلم عن عمل الانفجار العظيم الذي سماه القرآن كريم مرحلة الفتق، يتكلم عن الدخان والقرآن سماه قبل أن يتكلموا عنه، ويتكلم عن أن تقدير كتل الأجرام السماوية المختلفة لمرحلة الإتيان، يتكلم عن مرحلة ثورة البراكين على الأرض وإخراج ماء الأرض وغلافها وغلاف الصخري وغلاف الغازي من داخل الأرض، احنا بنسمي مرحلة الدحو لأن هكذا سماها القرآن الكريم. يتكلم عن الجبال، تكون الجبال، والقرآن يتكلم عن ذلك. ومن الغريب يعني أن تجد حتى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبهر. العلم الآن يقول أن الأرض بدأت بمحيط غامر، يعني الماء يغطي الأرض بالكامل، ومع النشاط البركاني بدأت جزيرة بركانية واحدة، وحول هذه الجزيرة نمت اليابسة كلها، فكونت القارة الأم، ثم تفتتت هذه القارة الأم إلى 7 قارات. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب جدا يقول كانت الكعبة خشعة على الماء، والخشعة يعني الأكمة، تلة صغيرة. كانت الكعبة خشعة على الماء، ثم دحيت الأرض من حولها. سبحان الله، كلام عجيب يعني. سبحان الله. والدحو والمد والبسط والإلقاء، وهو يصف ثورة البركان تماما. حينما يثور البركان ويلقي بحممه، يعني تبدأ المخروط البركاني، ويبدأ المخروط ده يتسع مع ازدياد النشاط البركاني. والعلم الآن في قمة من قممه يؤكد على أن اليابسة بدأت بجزيرة بركانية واحدة طلعت في هذا المحيط الغامر، ثم ظلت تستمر في النمو بعملية ثورة البراكين، عملية الدحو، يسموها أكريشن، النمو بالإضافة، حتى كونت القارة الأم، ثم بدأت هذه القارة تتفتت فأعطت هذه القارات 7. وبرضو يعني رقم 7 ظهر تاني في الموضوع. سبحانك يا رب. سبحانك.